المحرك الأساسي للتغيير. كل واحد فينا حياته ممكن تتغير من الشمال لأقصى اليمين، ممكن تتحول من حال لحال. وشفنا ناس كتيرة جدا في التاريخ، وفي ناس كتير معاصرين لينا احنا نعرفهم كانوا ماديا الدنيا تعبانة، بقوا معاهم فلوس، ما كانوا بيحبوا في التمثيل بقوا مشاهير كبار جدا، بقوا كانوا بيلعبوا كرة في الشارع بقوا مشهورين على المستوى العالمي. قوة التغيير أو محرك التغيير في حياة كل واحد فينا، في ممكن نعمل كده. انت عارفين احنا مشكلتنا دايما في قصة ان احنا بنفتكر ان غيرنا يقدر يعمل كده، او في ناس عظماء عملوا كده لكن انا لا. يعني تيجي عندي لا اصلا عندي ظروف شوية مختلفة، معلش سيبني في حالي خد اللي بعتي. فاحنا دايما دي مشكلة عندنا جدا، لكن القصة باختصار ان كل واحد فينا ممكن يتغير. لكن السؤال النهاردة، محرك التغيير بالنسبة للإنسان الخوف ولا الشغف؟ الخوف، انا خايف من بكرة وخايف لا يحصل لي ويحصل لي ويحصل لي فبتغير للأفضل، ولا الشغف ان انا عندي شغف ان انا ابقى حاجة معينة، ولد صغير من بلد اسمها نجريج حلم ان هو يلعب كورة فراح نادي المقاولين، فحلم يبقى شخص يبقى عالمي هو عنده 20 سنة، فابتدى يحبي في أوروبا فبقى نجم من نجوم العالم، بقى لعيب من أحسن لعيب العالم هو محمد صلاح. هل ده كان خايف على مستقبله فابتدى كده، ولا ده شغف عنده عايز يحققه؟